السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال رقم الواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. المقاطع المتداولة مشاهدينا الكرام نبدأ بها من حال المدارس في محافظة النجف، إذ وثق ناشط من النجف حال المدارس في المحافظة وتحديدا ثانوية الواقعة ومتوسطة صفية والتي تعاني من الإهمال الحكومي وغياب الصيانة مما فاقم من معاناة الطلبة والأهالي. دعونا نشاهد خلال المقطع الذي تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي تراكم النفايات والخردة داخل المدرسة وسط غياب أي دور من قبل الجهات الحكومية المعنية بمتابعة حال المدارس وعدم محاسبة المقصرين على إهمال أو عن إهمال هذه المدارس بمحافظة النجف. دعونا نتابع مشاهدينا الكرام هذا المقطع الذي ورد من النجف. الآن خلي نشوف مجتمعنا، هاي الكارثة، هذه مدرسة الواقعة الثانوية، مدرسة ثانوية الواقعة، هذه مأساة، مأساة، هذه ثانوية الواقعة في قضاء المشخاب، أرضى يعني مأساة، هاي لا شباك ولا هاي كل شيء ماكو، لبة ما أعرف ماكو بريد. نعم دبة توالية بناتنا ثانوية الواقعة، دبة ماكو بريج، دبة يا أمة محمد، دبة حكم الجعفري، حكم الجعفري، هذا هاي مجاريها طافحة. خلي يشوف الرأي العام، خلي يشوف الرأي العام، شوفوا الكهرباء هاي بنيات هنا اكثر من 280 بنيه، شوفوا عمي خلي شوف الراي العام، هاي مدرستين، صفيه بنت عبد المطلب والواقعه، مدير التربيه يشوف لو ما يشوف، اعضاء لجنه التربيه عمي وينكم، اعضاء لجنه التربيه عمي وينكم، دكتور حيدر وين، دكتور جواد عويز وين، عمي شوف الحانوت، هذا حانوت لو مصلخ، حقيقه مأساة. ها عمو براحتكم حبيباتي براحتكم، ما اقدر عمي بنات العالم هنا، ما اقدر عمي هنا، هنا هذا قبر، هذا مصلخ، اكو حل خوش ماكو حل، الاسبوع الجاي بس تخلص الامتحانات نازلين للشارع شوادرنا ونقعد، هاي بنياتنا وشرفنا وعرضنا هنا، هاي المدرسه بابها برده، شلون تعطونا تبليط وتحرمونا من التعليم، شلون هسه اذا صار حريق هنا بداخل المدرسه وانحصر بنياتنا هنا، شلون عمي، شنو البيبان بردات، من اللي يقبل، بنت جواد عويز النائب، بنت سعاد الوائل تقبل هالشيء، بنت حيدر طارق شمخي اعضاء لجنه التربيه النيابيه تقبلون 500 طالبه عمي هنا. مشاهدينا الكرام نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، إذ تحدث ناشط من محافظة النجف عن فساد وتلكؤ إنجاز إحدى المدارس الحكومية في المحافظة، مؤكدا وجود أكثر من 1000 طالبة في مدرسة الناصرة للبنات ومدرسة الفيحاء للبنات أيضا. لنشاهد. مدرسة سنة 2010 تفلشت عندما كانت جميع مشارك بالحكومة من التيار الصدري إلى حزب الدعوة إلى المجلس الأعلى إلى قوات بدور إلى تيار الحكمة، الجميع بدون استثناء وما نخاف من أي واحد. هاي المدرسة فلشت أحد الشركات مقابل 2.4 مليار أو أكثر. اللي تبقى من الشركة شنو؟ هذا قدامكم 3 أطنان اسمنت. هم دعوة للنزاهة بأن تحقق. الشركة العافت 3 أطنان اسمنت وراحت فلشت مدارس زعافيطة. وين راحت؟ من اللي تابعها؟ أريد نشوف أعضاء لجنة التربية. الدكتورة سعاد الوائلي
ما تجين تاخذين الجولة لهاي المدرسة. لو ما عندك رصيد وما عندك بنزين أصبحت الذكريات ماكو ولا واحد بحالنا. وين المهاوين تدافع عنكم؟ وين العقل تستقبلكم؟ وين العمايم تروج لكم؟ وينكم انتم من يا ملة تبعون؟ على الاقل عم لا تحترمون احنا نكرهكم وضدكم ونسقط بيكم يوميا لانكم تشذبون. احترموا المضايف اللي استقبلتكم. احترموا الناس اللي هوست لكم. احترموا العقول اللي اعطيتوها الحاف وبطانيه ودشداشه. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع التعليقات التي وردت بشان هذين المقطعين. أحمد يقول: مدارس البنات والولد في النجف الأشرف قضاء المشخاب راك الحصوة منسي في كل الخدمات. طيب، تعليق من محمد صاحب يقول: مع شديد الأسف على هيج حكومة سنة 24 هذا حالهم. لدينا تعليق من حسين يقول: إذا صار إعمار بالمدارس الحكومية تقل نسبة الإقبال على المدارس الأهلية، وهذا أمر طبيعي جدا. طبعا الاهتمام بالقطاع الحكومي يضعف القطاع الأهلي، وهو ما يحصل بالعكس طبعا اليوم في العراق. أنور الخفاجي يقول: 20 مدرسة للمشخاب تم إلغائها من قبل مافيات المدارس الأهلية. فائز مالك الفتلاوي يقول: لازم أكو حل سريع، هاي مو مدرسة، هاي خرايب. وآخر تعليق لدينا في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام من أبو حسن يقول: جريمة أن تكون المدارس بهذا الشكل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طالب أهالي قضاء الوركاء في محافظة المثنى بتوسعة مستشفى الوركاء للرعاية الصحية وإنهاء التسويف الحكومي وتحديدا دائرة الصحة ودعم استجابتها لمناشدات التوسعة. وأكد الأهالي أن التوسعة يمكن أن تقلل الزخم الحاصل داخل المستشفيات في المحافظة. دعونا نستمع. أنا الرحيم نداء إلى محافظ المثنى وإلى رئيس مجلس المحافظة وأعضاء مجلس المحافظة، نطالب الحكومة التنفيذية والتشريعية بالإسراع في إجراءات افتتاح توسعة مستشفى الوركاء اللي هو 85 سرير بعد ما كان هنالك اهمال. هذه التوسعة ما يقارب سنة كاملة تم تسليمها إلى دائرة الصحة، ولحد الآن لا توجد إجراءات وجدية واضحة لدى دائرة الصحة من أجل افتتاح هذه التوسعة. قضاء الوركاء اليوم هو قضاء بالنسبة لمحافظة المثنى يعتبر جوكر للمحافظات الجنوبية والمحافظات الوسطى، كونه يقع في مكان استراتيجي. افتتاح المستشفى الوركاء سوف يقلل من كاهل المواطنين في الأقضية والنواحي القريبة على قضاء الوركاء من المناطق النائية الفقيرة المحرومة اللي ما تستطيع ما عدا كروة توصل لمحافظة المثنى. كذلك افتتاح توسعة مستشفى الوركاء راح يقلل من الزخم على مستشفى الحسين اللي هو من 1980 مستشفى خارج عن نطاق الخدمة اللي هو أكس باير بالنسبة للنظام الصحي العالمي. لذلك اليوم امتحان للسيد المحافظ رئيس مجلس المحافظة أعضاء مجلس المحافظة، هذا هو الامتحان الحقيقي، الوقوف مع أبناء المحافظة، الوقوف مع المظلومين إذا كانت لديهم الرغبة الحقيقية بالتقرب ومصالحة الجمهور عليهم تقديم خدمات للمواطنين. ننتقل إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، وتحدث مواطن من محافظة البصرة عن حالات غير إنسانية يمارسها أصحاب بعض العيادات الصحية في محافظة البصرة، حيث صور هذا المواطن حالة مرضية تعرضت للطرد من قبل إحدى العيادات في ظل غياب الدور الرقابي على أسعار الكشفيات داخل العيادات وإيقاف الاستغلال المستمر لحاجة المريض وإجباره على دفع مبالغ كبيرة مقابل الحصول على العلاج. دعونا نشاهد. من نحكي على الصحة لحد يلومنا صراحة، هذه رسالة من نحكي على الصحة لحد يلومنا. هذه المريضة موجودة حاليا، ما أريد أن أطلعهم بالصورة،
وهذا الدكتور وعيادته وموجود السكرتير ويسمعني، أنا أريد يسمعني، حالة إنسانية على ما وصلنا، يتركها يقول لي خليها تموت برا، أنا مو مشكلتي، أنا العلي أخذ كشفيتي والعلي أخذ إجراءاتي، ما له علاقة، لا عندنا تعاون في حالة إنسانية ولا عندنا علاقة بأي أحد. هذه رسالة إلى مدير الصحة وإلى رئيس نقابة الأطباء، إحنا ما جينا نتهجم، وهذا الحكي أتحدى ينكره وجاي يسمعني هو الشخص. الشخص المعني يسمعني، هذا السكرتير يقول أنا متوجه للدكتور. فرجاءً رجاءً نقول لا صحة بالبصرة، ماكو صحة بالبصرة. يشهد الله ماكو صحة بالبصرة ولا اكو أي علاج بالبصرة، واللي ما عنده يموت. هذه المرأة جاية تموت قدامي. والله العظيم جاية تموت، واللي يصير بيها يتحمل مسؤوليته الدكتور محمد يونس العطبي هو والسكرتير مالته. هذه وضعيتها. هاي مهملة صار لها بالساعة على ما احنا اجينا، والله العظيم جاي يوصلونا إلى مرحلة ما نعرف شنو نسوي بيها، يطلعوننا خارج عن طورك، يطلعك خارج عن عاداتك. ولا يقولون اكو صحة بالبصرة، صراحة من نصور مقاطع من نحكي، احنا ما عندنا عداء شخص ويا دكتور، ما عندنا عداء شخص ويا أي شخص. وهذه رسالة إلى رئيس لجنة نقابة الأطباء. هذه رسالة لك دكتور على مود تكون على بينة. مشاهدينا الكرام، نتابع الآن بعض التعليقات التي جئناكم بها بشأن هذا الموضوع. أحمد يقول: عم البصرة انترست بس عيادات طبية ومستشفيات أهلية وخلوا الفقير دايخ بزمانه. تعليق لدينا من مرتضى يقول: تجارة الطب تجارة لا تبور، كلها مكاسب مادية على حساب المواطن الفقير. تعليق لدينا من محمد يقول: أصبحت مهنة الطب تجارية أكثر مما عليه إنسانية، وبالتالي شجع المستشفيات الأهلية على الحكومي. الأستاذ عماد الساعدي يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وجشع واستغلالي وطماع في قوت ومال الناس البسطاء الفقراء محدودي الدخل المادي. من ضمن التعليقات ثامر يقول: إذا المستشفى ما بها الدواء شو يسوي الطبيب؟ أيضا ربما هي وجهة نظر قد يعني تخالف إلى حد ما، أو لا تلقي باللوم بشكل كامل على الطبيب، يعني تبرئ ساحة الأطباء ربما إلى حد ما، أنه يعني ماذا عن الطبيب، ما الذي يستطيع أن يفعل إذا لم توفر له الوزارة الأدوات اللازمة لعلاج الناس المرضى. طيب، هناك تعليق من منتظر يقول: هذا يدل على أن الوزير ما يدري بالدنيا حالة حال بقية الوزراء. خلونا مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد عبد الرزاق من بابل بشأن هذا الموضوع، موضوع القطاع الصحي. سيد عبد الرزاق حياك الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك. أستاذ محمد، نهضة أي بلد وأي شعب لما يكون القطاع الصحي والقطاع التعليمي يكون ناهض ومتطور، فيكون بلد يعني متوفرة الظروف الصحية والظروف التعليمية، فحتما راح يبدع. لكنه احنا للأسف الشديد القطاع التعليمي والقطاع الصحي بحالة تدهور وحالة سيئة، من أسوأ من سيء إلى أسوأ. هذا بسبب وجود المسؤولين اللي يديرون كفة هذا البلد. يعني احنا صار هذا 23 سنة والبلد يعني بحالة مرضية، يعني ما لا اكو تطور، لا اكو تقدم، لا بالإنسان ولا بالعمران. هذا فشي مخجل، وهم الحكومة مالتهم حكومة خدمات، وجبتها على الدكتور العراقي. للأسف الشديد هذا أصبح اليوم الدكتور العراقي أو الطبيب العراقي أستاذ محمد انتهازي. الكلام لا يكون أكيد، لا يكون بالعموم، لا يكون بالعموم، يعني ممكن أكيد لا إحنا ما نقصد، أكو ناس شرفاء وأكو أطباء يعني أخيار، لكنه هذا الإنسان الانتهازي والابتزازي. أريد بس أذكره بحالة ثورية ونضالية، أقول له قارن نفسك أنت كطبيب عراقي وتؤمن بالمبادئ اللي انت
يعني عاهدت نفسك وعاهدت الدولة وعاهدت المواطن أن تكون مخلص إليه. شنو فرقك أنت يا دكتور وجاي تمثل الحالة الإنسانية؟ شوف الفرق مالتك يا طبيب العراقي بينك وبين جيفارة. جيفارة أرجسين الرجل ودكتور، لكنه ناضل من أجل فقير. طيب. ناضل من أجل مظلوم. يرد البعض على اللي تفضلت به. يرد البعض على اللي تفضلت به، بس حتى لا نروح نشد على موضوع آخر. القصد من السؤال اللي كان طرحه أحد الأخوة بالتعليقات، إنه إذا لم يتوفر العلاج في المستشفيات ما الذي على الطبيب أن يفعل؟ السؤال هو إذا كانت وزارة الصحة لم توفر الخدمات اللازمة لعلاج المرضى في المستشفيات، الأجهزة، المستلزمات الطبية الأساسية والبسيطة اللي يضطر اليوم كثير من العراقيين إلى أن يشترون حتى الشاش الطبي، وهاي اللي يسموها كانولة أو كالولة، ما أعرف شو يسموها، اللي توضع في اليد، من الصيدليات الخارجية في سبيل أن يحصل على المحلول أو غيره، يضطر المراجع حتى شراء هذه. إذن ما هو دور وزارة الصحة في توفير المستلزمات أو الأدوات التي تساعد الطبيب على تقديم الخدمة الطبية بالشكل الكافي واللازم؟ طبعا العبء الأكبر أستاذ محمد يقع على وزير الصحة، هو اللي يدير المؤسسة مالته، والمفروض أن يتابع الدوائر العادة للوزارة، لكنه غياب المتابعة، غياب الرقابة، يشجع الناس ضعفاء النفوس اللي يستغلون الناس البسطاء أن يتعاملون وياهم بالأساليب. أنا أعتبرها هذا يعني حالات هاي إجرامية حقيقة بحق المواطن. يعني أنت تشوف هذا المواطن فقير وحالته المادية ضعيفة، لا تنتهزه، لا تدمر حالته الصحية. أنت المهنة مالتك مهنة إنسانية، اخدم البلد مالتك، اخدم المواطن، احترم ضميرك الإنساني، لأنه الإنسان إذا ما يحترم ضميره الإنساني أصبح تحول إلى وحش كاثر أستاذ محمد. فإحنا من خلال قناة الرافدين ندائي ومناشدتي كل الأخيار لكل الطيبين من أطباء أن يبعون للإنسان الضعيف بالحالة الإنسانية، لا بالحالة الابتزازية، لأنه إحنا جاي نشوف اليوم المعاناة اللي جاي تطرح على المواطن العراقي من حالات يعني من القهر، من الظلم، من الظلم، فلا تكثرون المعاناة على السؤال. السؤال الأخير لك سيد عبد الرزاق، من مقومات نهوض أي دولة هي توفر ثلاث عناصر في هذا البلد، هي النهوض بقطاع التعليم، والنهوض بالقطاع الصحي، والقطاع أو المؤسسة القضائية تكون مستقلة تحكم بالعدل ونزيهة وشفافة. إحنا هذه القطاعات الثلاثة، قطاع القضائي، المؤسسة القضائية، والمؤسسة التعليمية، والمؤسسة الصحية، ينخرها الفساد، فاشلة بامتياز بتقييمات دولية، بتصنيفات دولية. يعني القضاء العراقي مصنف عن طريق الأمم المتحدة بأنه واحد من أفسد المؤسسات القضائية على مستوى العالم بتقييم الأمم المتحدة، وقضاته مسيسون وفاسدون وخاضعون للضغوطات، وهذا كان أيضا باعتراف داخلي من هادي العامري. المؤسسة التعليمية، العراق خارج التصنيفات المعنية بجودة التعليم، وكان آخرها ما جرى في مؤتمر دافوس لقياس جودة التعليم، العراق كان خارج التصنيف، إذن هو حتى ليس أسوأ دولة في التصنيف بل هو خارج التصنيف، لأنه يفتقد للمعايير، يفتقر لهذه المعايير. القطاع الصحي معروف وتحدثنا به. طيب، هل تعتقد بأنه هناك تعمد بضرب هذه القطاعات بالطريقة التي تقود إلى إفشال الدولة العراقية بشكل مستمر؟ يعني المؤامرة تقاد خارجيا وينفذها هؤلاء، أم هؤلاء الذين يحكمون العراق هم الذين ينفذون هذه المؤامرة من دون تدخل خارجي؟ يعني الخارج يريد منك حصص معينة أو يعني مصلحة معينة تتحقق ولا يكترث لما تفعل بالتعليم أو بالصحة، أم هي تأثيرات دولية؟ يعني شنو اعتقادك؟
الاثنين معنا استاذ محمد، داخلي وخارجي، تاثير خارجي وتاثير داخلي. الداخل اكو مؤسسات تحاول وتعرف كل الزين، الجهل اذا انتشر راح يخدم هواي هواي مؤسسات، والمؤسسه الاكثر هي اللي تدير هذه الصناعه. وتعرف انت كل الزين بانه الجهل والتشيل هو الصناعه، فيعملون بالداخل على تشيل المجتمع حتى يكون اداه مطيعه للي ما يردوه. اما بالخارج نفس الحاله، يعرفون العقل العراقي ويعرفون الابداع العراقي، فيحاولون بكل الطرق تهشيم هذا العقل، لانه يعرفون الدول الاقليميه والدول الاخرى يعرفون العقل العراقي عقل مبدع وعقل متطور، فيحاولون ينشرون الجهل والتشيل بهذا المجتمع. طيب فالاثنين مع الاستاذ. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك للمشاركه. اذا هي يعني رغبه بتجهيل المجتمع مثل ما تفضل سيد عبد الرزاق، لتسهيل عمليه قياده هذا المجتمع او انقياده خلف من يسيرون هذه او يعني يروجون هذه الافكار التخريبيه الطائفيه، مثيري الفتن، ناشري الجهل والتخلف، وهذه الأفكار التي لا تمس للواقع بالصلة، التي تشظي المجتمع، التي تؤدي إلى حدوث مشاكل اجتماعية، خلل في التركيبة الاجتماعية العراقية، تأثير على الآداب والأخلاقيات والعادات والموروث العراقي الثقافي الذي تم توريثه على مراحل عبر الأجيال التي مضت، وصولا إلى هذه الأجيال التي تلت الاحتلال، التي الآن نرى لها انحدارا شديدا للأسف الشديد في المنظومة الأخلاقية، تأثر كبير في هذه المنظومة. الجهل انتشر بشكل مخيف صراحة، نسبة الأمية ارتفعت في العراق بشكل كبير. هذا كله ينعكس على التصرفات للأفراد، وهذا كله ينعكس على مستقبل هذا البلد. إذا كان مشتت المجتمع وجاهل، مستحيل أن يتفق على كلمة أو يتحد على كلمة واحدة ويحرر بلده من هؤلاء الفاسدين الذين يحكمونه. وبالتالي أنت تشتت المجتمع، تنشر الأفكار السيئة، تنشر الجهل، تنشر التخلف، تصيب هذا المجتمع، تجعله يعاني من الأمراض فيما يتعلق بالجانب الصحي، تجعله يعيش في مثل ما ذكر في أكثر من مرة في قانون أو تحت قانون الغاب أو شريعة الغاب، وهو ما يعرف حاليا بالحكم العشائر الموجود في العراق، حكم القوي على الضعيف، من يحمل السلاح، من لديه القدرة أو النفوذ هو الذي يسيطر على المنطقة، هو الذي يستطيع التحكم بالبقية، وبالتالي يهمش دور المؤسسة القضائية. إذن يعني أصبح العراق فعلا مثل ما أكد أكثر من شخص داخل العملية السياسية، شريعة الغاب هي التي تحكم هذا البلد، لا قانون ولا نظام ولا عدالة ولا مساواة ولا نظام تعليمي جيد ولا نظام صحي جيد، والقائمة تطول. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر ضمن المواضيع التي لدينا. مواطن من محافظة كربلاء انتقد سوء الخدمات وزيف وعود المسؤولين خلال فترة الانتخابات من دون أي نتائج أو خدمات حقيقية ملموسة على أرض الواقع. تعلمون جميعا مشاهدينا الكرام وتعرفون أيضا أنه قبل كل انتخابات، وهذا الأمر معمول به في كل دول العالم، أن الحملات الانتخابية التي يقوم بها المسؤولون أو المرشحون للانتخابات يعني وعود، محاولة لكسب الأصوات عن طريق أي وسيلة ممكنة. في العراق هناك وعود لكن لا يوجد لها تطبيق لما بعد الانتخابات في حال حسمها. دعونا نتابع هذا المقطع مشاهدينا الكرام. اصبحت ماكو، اصبحت ياهل يجي يصعدها وقت الانتخابات، هنا يجي وقت الانتخابات يجي بوار يشمر هنا، من تخلص الانتخابات يجي يشيلهن. والله العلي العظيم مليانه محافظ كربلاء، كل شغل هاي المنطقه ما اشتغل، من راس البوبيات النهايه الشماليه هنا كل شغل ما اشتغل. يا هاي وقت الانتخابات يجي هنا يمنا ماكو، اصبحنا هنا وسيله مال الانتخابات بس، يجي هنا يصورون ويحطون بوار هنا، من تخلص الانتخابات
ياخذون ويروحوا، ما حد يجينا من 2010 هنا، ما خلينا لا محافظ لا وزير مع العلم. هذا الطريق وزير هنا هنا بيتهم، نواب هنا، مجلس محافظه 3 من 4، الناشد مجلس محافظه يسوي لنا شغل، ملينا مو انتم مستوكم صرتوا تسوون لنا هذا البزل، هو بس هذا كيلوان عن امام الحسين، طريق زوار بين بغداد بين كربلاء، الله يشهد الشهاده، لا يجينا خطار، لا يندنا واحد، تقول لنا على البزل يعوفك ويشرد، بيوتنا عارضينها ما حد يشتريها، المن الناشد؟ مين احنا؟ يهود من الناشد؟ الناشد محافظ كربلاء. قبل الانتخابات مدوا البواري، ورا الانتخابات صفطوا البواري وشالوهن، وهاي باوع الابوي باوع، والله جهاننا مرضى، لا خطار يجي، تبهذلنا فد مره تبهذلنا. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر. ناشط من محافظة ذي قار حذر من كارثة بيئية وإنسانية في حي الزهراء قرب القاطع الصحي في قضاء عفك، وقال إن في عام 2011 تم العمل بمشروع تغليف البزل، لكن الجهات المنفذة تركت المشروع دون إكمال الجزء الأول منه بصورة نهائية. وأكد الناشط أن عدم تغليف البزل تسبب بانتشار الأمراض والحشرات فضلا عن الروائح الكريهة، مما فاقم من معاناة الأهالي المطالبين بتغليف هذا البزل وإنقاذهم من هذا التلوث البيئي الخطير. دعونا نشاهد ونستمع. الآن من قضاء عفك محافظة الديوانية حي العسكري حاليا حي الزهراء، هاي كارثة بيئية وكارثة إنسانية، الناس اختنقت من الريحة وانتشرت الأمراض. هذا بزل مال مجاري، مجاري ثقيلة بنص المناطق السكنية، منو يقبلها؟ هنا كانت مجاري بواري، هاي البواري ب 2011 هاي المنهورات راحت كلها، شالوها جابوا ثلاث تريلات وكرين وشالوا البواري مال المشروع، ما كملوه بسنة 2011 بقضاء عفك، شالوا البواري ما كملوا هذا المشروع. ليش هذا مو مصروفه فلوس؟ وين راحت فلوسه؟ محافظه الديوانيه قضاء عفك حي العسكري، يعني كارثه. هاي البواري هذا مو فساد، هذا مو هدر بالمال العام، الناس اختنقت، الاطفال اختنقت، البق والريحه والقذاره نقاسه، هاي نقاسه. هاي البواري شوفوا بقى نبزلني، هاي البواري شوفوا هالبواري، هذا محمودي، هذا ريتهم يكملونه يدفنونه هذا البزيل، مجاري خيسة، هاي نقاسة، مجاري ثقيلة بنص البيوت السكنية، اختنقت العالم. يدفون مجاري شو اسمه ثقيلة، ثلاث مجاري، حي الشرطة وحي العسكر وحي أور، ثقيلة هنا بهذا البزيل. البق والريحة الله شاهد، يومية واحد متمرض من عندنا، يعني ملينا ريدنا شارة مثلا دفنونه مجاري، شو تسوي متنا جزعت راحتنا، الله شاهد. هذا المقطع وين راحت فلوسه؟ اليم القراج كملوه، بس هذا اللي بحي الأسكر عافوه، ليش ما أدري. منين بدأ هو المشروع؟ بدأ المشروع هو كله، بس كملوا اليم القراج، بقى هاي الصفحة مال حي العسكري. والله العظيم هاي البوارب يا سنة شالوها، هاي بقت بس دن البوارب، بقى بس دن من 2011 ولحد الآن هاي البوارب، هاي الريحة تقتل هنا، وهذا الجسر تفلش، انهار، هذا انهار الشارع، انهيار صار بيه. شوف هاي بنص البيوت السكنية، هذا الشارع انهار، راح يوقع هذا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا، وننتقل إلى مقطع آخر، نبقى في نفس الموضوع، حيث كشف ناشط عن تفاصيل تخص المشروع الوهمي الذي ظهر قبل لحظات، المنجز منذ عام 2011 أو غير المنجز منذ عام 2011، وسرقة الأموال المخصصة لهذا المشروع، حيث تم إنجاز الجزء الثاني دون إكمال الجزء الأول بحسب حديثه. دعونا نستمع. طبعاً قدامكم دنيا، تفضل صور عندنا. هو كذي فاقوهن وأخذوا المشروع مالتنا وحولوه لغير منطقة وما نقدر نحكي، هاي تفضل. لأن البواري وعافوه بس البواري ونتلفت، والمنطقة بها أمراض وتنوع الأوساخ اللي بها، تنوعها بسبب البزل. شوفها قدامك، تفضل. هذا المشروع، دني البواري، هذا الدليل. نوعين صار. هاي 2011 مو؟ ذني من 2011 لحد الآن مطروحات هنا، وأخذوا المشروع وأخذوا فلوسه وماكو، راحن كذب على أساس يسوونه وما سووه.
حملتهم تريلات حملوهن وراحن. اي بالضبط اخذوهن كذا، اخذوا قسم وذنبوهن قسم ما شالوهن قدامك تشوف. وهذا ما غلفوه البزي. ما غلفوهن ذني الى ذني البوال هل قدامك بوحين. هذا النبز ذنبوهن. ذنبز ذنبوهن ذنبوهن بيهن حوالي ذن 10 او 15 واحد والباقي كنهن اخذوهن على اساس هذا يتغلف منك من نهاية بداية دور الشرطة لهنا اليمن ما غلفوهم. أريد بلكي مسؤول بلكي واحد اللي احنا نريدهم يكملون يغلفون البواري ولا تقول لنا لو ما يكمل مشروع مجاري عفك الكبير. هذا ما له علاقة، هذا ما له علاقة، هذا مشروع منجز وماخذين فلوسه منجز، هذا منجز وكامل ومدفوع الثمن اليه. ليش شنو ذنبنا؟ شنو هالاطفال؟ هذا الطفل هسه شنو ذنبه؟ هذا هسه تنق من الخياس والبق نوع البق والله. شنو ذنبه هذا الطفل؟ يعني انتم اللي بقتوا المشروع اللي بقتوه ما تخافون من الله؟ رحم الله امك وابوك. الاطفال هاي الاطفال تمرضت، لا يقولون ما اشتغلنا وجابوهن وذني البواري قدامكم باقوا نص وبقن ذني نص وفلوس المدفوعات. هسه كتلتنا الريحه والريحه والبق ما يخلفونه والاطفال وكل بيت هسه بي 5 اطفال و6 اطفال وقاعده تعاني. تفضل ماكنهم ماكو راحه. صور الوسخه قدامك تفضل. طيب مشاهدينا نستعرض التعليقات التي وردت بشان هذا الموضوع. اثير يقول الخيسة وأمراض ومنظر مقزز، العمل فقط للمجمعات السكنية لأن بها دفع، أما البزول قرب الإمام ما بها دفع. المسعودي يقول المحافظ محتار بالاستثمار. تعليق من أبو محمد القرعاوي يقول مشروع مجاري عفك الكبير وين صار؟ يتساءل. أبو عبد الله يقول قسم بالله العظيم ملينا من البق والريحة. هذه كانت بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى المقطع أو الموضوع الأخير بالفقرة الأولى لدينا في هذه الحلقة. رصد مواطن من محافظة البصرة تضرر شارع بغداد قرب الرميلة وحذر سائقي المركبات من خطورتها التي أو يحذر سائقو المركبات من خطورتها التي قد تتسبب بالكثير من الحوادث المرورية وسط غياب واضح لدور الجهات المعنية بصيانة الطرق. لنشاهد. على السريع بالأربعين كيلو قرب رميلة الشمالية يوم سيطرت السدرة بالأربعين كيلو جسر باع سواق انتباه انتباه رجان جماعة الشارجرات محافظات بغداد كل محافظات انتبه على السريع ب 40 كيلو يا يعني انتبهوا اكو حفره الله شاهد باعوا شوف شلون اللي يطيح بيه ما رايد روحه ب 40 كيلو على السريع محافظه البصره كلش من تعبر الرمايل الشماليه قريب على سته السدره وين الجسر مال البصره ب 40 كيلو ريتكم توصلون على المقطع الحكومة محافظة البصرة احنا الواديكم باعوا حفرة كلش كبيرة وعلى الشارع العام باعوا كلش على الشارع اعتقد هو من المطار باعوا من جوا باع الشغل. طبعا هو حذر سائقي المركبات الأخرى المارة على هذا الطريق أو التي تروم المرور على هذا الطريق من هذا المطب، وصراحة لا يعني هذه الخسفة هذه الحفرة، وأيضا حذر سائقون آخرون من هذه الحفرة، حذروا بقية السائقين عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو بالمقاطع التي روجوها. دعونا ننتقل إلى مقطع آخر ونبقى في محافظة البصرة ومشاكل الطرق وغياب الصيانة الدورية فيها، حيث رصد مواطن آخر تآكل الاستدارة في تقاطع الموفقية بشارع بغداد وطالب الجهات المعنية بضرورة الصيانة الفورية. لنشاهد. شارع بغداد هذا التقاطع مال الحيانية مال الموفقية، هذا السيد جاي من الموفقية اخوان، هذا الجسر العبار هذا اخوان، هذا قاعد يتهالك قاعد ياخذ من الشارع، هذا الجسر بحاجة الى دعامات، خلوكم صبات خلوكم محجر حديد، ما يصير هاي المأساة. يعني احنا امتانين الكارثة منه تصير، من تجي سيارة بها عائلة وتطيح بالنهار، أولا الحكومة المحلية تعلن انحداد 3 أيام، ثانيا المسؤولين يجون يعزون، يعني المشكلة من يصير يلا تتم المعالجة، إخوان عالجوها ما يراد لها شيء، ولا يراد لها إمكانيات ولا يراد لها موازنات،
بس شوية المسؤولين بس شوية اطلعوا من مكاتبكم بس افتروا شوية بسياراتكم وشخصوا السلبيات. ننتقل الآن إلى مقطع آخر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع، مقطع تم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي يظهر تهشم ركائز مجسر الجزيزة قرب افتتاح أو قبل افتتاحه، حيث يمر من أسفله الشارع الدولي باتجاه المطار في محافظة البصرة. لنشاهد هذه اللقطات من البصرة مشاهدينا. المعنية ركائز جسر الجزيزة باتجاه السيطرة، سيطرة دخول المطار. المقطع الثاني من جسر الجزيزة ينذر بحالة كارثية، نرجو المتابعة. طيب، نستعرض الآن مشاهدينا التعليقات التي وردت بشأن أو بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أبو حيدر السلطاني يقول: دائرة الطرق والجسور لديها أو كان لديها في الثمانينيات وما بعدها إلى عام 2003 جداول بخصوص فحص وصيانة الطرق والجسور حتى في زمن الحصار، أما بعدها لا تتم أي صيانة إلا بعد حصول الكارثة. تعليق من عباس يقول: طبعا للأسف الشديد مشاريع وأكو إعمار بالبصرة، لكن لا توجد رقابة حقيقية للمشاريع المحالة للشركات أو المقاولين. هذا الجسر محال إلى شركة سهل العراق، وهو جسر حيوي جدا يربط شمال البصرة بجنوبها، والجسر هذا يرتبط بالطريق السريع باتجاه المطار، لكن العمل فيه رديء جدا وأخذ وقتا جدا طويل رغم بساطة المشروع. المشروع واقع حال البصرة، مشاريع متوفرة لكن بدون رقابة، هكذا يصف مشاريع البصرة. عباس جميل يقول: شركات فاشلة غير مهنية وتكلفة أكثر من قيمة المشروع الحقيقية، لأنها تابعة أو بشراكة أو مدعومة من الأحزاب. نحتاج شركات عالمية ومتابعة وبأقل التكاليف. لدينا تعليق من منتظر يقول: دولة فاشلة في كل النواحي، لا حسيب ولا رقيب. وصالح الحميداوي يقول: عمي الله وكيلكم، كل شغل جماعتنا ومشاريعهم فاشلة، مجرد هدر للمال العام وفرهود وبدون تخطيط ومتابعة، لأن كل من إلى حصة. بعد ليش يتابع هذا؟ تلقاه حاط سيارة رمل أو سيارة رمل على كيس اسمنت واحد وعربانة صغيرة، دفع على السيارة أو دفع على السيارة ولا من شاف الربع، لأن الحصة مضمونة ومن أمن العقاب ساء الأدب. إن شاء الله أكون فهمت قدر المستطاع سيد صالح. طيب، فيصل يقول: البصرة لا رقابة ولا محاسبة وهدر بالمليارات. هكذا يقول فيصل. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. نسلط الضوء على القضايا والأحداث العراقية المهمة، نقدم المعلومة للمشاهد بكل تفاصيلها، نقف عند تداعيات الأحداث وتأثيراتها المستقبلية، نطرح وجهات النظر الواقعية لنكشف الحقائق ونقدم الحلول. كل ذلك في برنامج تحت الضوء.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة إنفوغرافيك في حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوتكم. رسوم المستشفيات تثقل كاهل العراقيين وتستنزف جيوبهم منذ إلغاء مجانية الصحة في عام 2016، الإجراء الذي اتخذه حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق. قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية سلط الضوء على معاناة العراقيين بسبب غلاء رسوم المستشفيات الحكومية منذ إلغاء مجانية الصحة، بالإضافة إلى صعوبة حصول فقراء العراق على العلاج في المستشفيات الأهلية نظرا لارتفاع القيمة المادية والتكلفة للحصول، تكلفة الحصول على علاج في هذه المستشفيات، وبالإضافة إلى غلاء الكشفيات في العيادات الأهلية. دعونا نتابع هذا الانفوغرافيك من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.